بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قولوا لينكس، معكم عبد المجيب. مبطئ ما طلعنا بالقناه، طلعنا بالبرد، الظاهر من البرد اللي راح ما طلعنا. طيب بالدرس هذا راح نتكلم عن اشهر توزيعات عام 2015، توزيعات قولوا لينكس. طبعا اعتقد السنه اللي راحت الا مسوي الفيديو عن التوزيعات اللي كانت الاشهر في عام 2014، الحين بتكلم عن 2015. طبعا في بعض الانقلابات اللي صارت مؤخرا، طبعا التوزيعات تغيرت، في التوزيعات فلسفتها تغيرت، الظاهر الربيع العربي اثر على حتى التوزيعات، ما لنا بالطويله. من الاشياء اللي تغيرت طبعا الغريبه، بنلاحظ طبعا شويه من الترتيبات اللي موجوده عندنا، الناس تقريبا توجهها صار مختلف شويه الحين مع التوزيعات او المستخدمين بشكل عام. فخلونا نشوف التوزيع رقم واحد. طبعا راح اعرفكم على كل توزيعه، ليس على شكلها ولكن كلام عن مقدمات التوزيعه، راح احط لكم تحت رابط مواقع التوزيعات اللي حاب يشوفها. طبعا التوزيع رقم واحد من عام 2014 حتى الان وهي توزيعه لينكس مينت. لينكس مينت معروفه ببساطه، اوكي، تجي باكثر من واجهه. الناس تخلط ما بين موضوع لينكس مينت من موجهه له، في ناس تقول توزيعه لينكس مينت للمبتدئين، استخدم المبتدئ، لا هذا كلام غير صحيح. توزيعه لينكس مينت توزيعه تميز بالتكامل فقط، فاي شخص يحب التكامل، يعني ما حاب انه يوجع راسه يركب النظام وش وينطلق، ركب لينكس مينت. ما زلت استخدم لينكس مينت من عام 2008، اوكي، وما زال بالعكس، يعني الحين صار في عندي توجه غريب، يعني اني ركبتها بالجهاز المكتبي عندي بالعمل. يعني سابقا المكتبي لازم يكون ديبيان او ارس لينكس، الحين نشوف لينكس مينت مع واجهه ماتي تعطيك اداء حلو على الديسكتوب. طبعا في واجهه سينمن وفي واجهه ماتي، ماتي اللي عباره عن واجهه كلاسيك، مره كلاسيكيه كذا بسيطه، وفي ايضا واجهه سينمن اللي يعتبر واجهه متقدمه شوي، يجي برضو من توزيعات لينكس مينت ممكن تركب عليه واجهه زي كي دي اي. اوكي، هذا توزيع رقم واحد. طبعا 2014 و2015 التوزيع هي لينكس مينت هي رقم واحد. الغريب انه عام 2014 كان توزيع رقم اثنين هي اوبونتو، اوكي، الان التوزيع رقم اثنين هي ديبيان، اوكي. طبعا ديبيان اللي ما يعرف ديبيان هي جده لينكس مينت، فديبيان بنيت عليها ابونتو ثم بني على الابونتو لينكس مينت، فلينكس مينت هي حفيده ديبيان. فديبيان طبعا توزيع من التوزيعات المستقره جدا، اوكي. ايضا به لموضوع القدم قديمه، تعتبر من التوزيعات القديمه جدا، عجوز هي، اوكي. توزيعه جدا مفيده للخوادم السيرفرات بشكل خاص يعني. التوزيعه طبعا الاف هذه لا وراها قصه، التوزيعه مؤخرا خربت، مو بخربت يعني تغيرت فلسفتها شوي، او بدأت تستخدم حاجه انا واحد من الناس اللي ما حبوها اللي هو سيستم دي. ما حبيت ديبيان في سيستم دي، سيستم دي كان موجود في الارس لينكس. السيستم دي عباره عن ايش؟ عباره عن نظام يشغل الديمونز، اوكي، الخدمات اللي موجوده في النظام، بحيث انه عندك خدمه معينه تشتغل بالباك جراوند، مثلا اباتشي، اوكي، او مثلا كوبس او اي شيء يشتغل ورا، اوكي. هذا السيستم دي هو اللي يتحكم به. في طبعا حاجات ثانيه زي السيس انت مثلا او انت ايا كان، اوكي، اي انت ماشي. سابقا كان موضوع انه في انت وفي سيستم دي وفي خيارات، الان التوزيعات كلها انطلقت على السيستم دي. اول التوزيعات اللي انطلقت على السيستم دي ولا حبيتها لما انطلقت طبعا كانت ارتس لينكس. بالارتس لينكس التوزيع لما اول ما تحولوا على السيستم دي لاحظنا سرعه في الاقلاع حق النظام، بسرعه يشتغل النظام، اوكي. اعتراضنا، اوكي، البسيطه بالنسبه لي بصراحه يعني ما انا معترض جدا مثل بعض الناس، انه السيستم دي في مشكله انه البتاعات ذول خدمات والديمونز الشياطين ذي مربطه مع بعض، بحيث لو واحد منهم طاح النظام كامل، اوكي، بالسيستم دي. بينما الانت كان كل شيء شغال حاله، بلس انه يعني بالاضافه الى انه الانت كان او اسس انت كان سابقا انه كل حاجه شغال حاله، ترى يعني ممكن حتى تشغيله بسيط، يعني كتابه سكريبتات موضوع يعني جدا جدا الموضوع كان بسيط حتى بكتابه السكريبت. الان الموضوع تغير شوي بسبب هذا التغير. تخيلوا توزيع الديبيان انشقت، والحين في طلعوا ناس اسمهم ديفون، تكلمت عنهم سابقا في قناتي على التليجرام، في عندي قناه في التليجرام ترى اللي حاب يدخل عليها هنا، اوكي. انه تم الانشقاق بسبب هذه الفكره، انهم طلعوا توزيع الديبيان ولكن سموها ديفون ايطاليه كذا. المهم هذا توزيع رقم اثنين. توزيع رقم ثلاثه السنه هذه هي توزيعة اوبونتو، اوكي. توزيعة اوبونتو هي توزيعة جدا جدا يعني راقيه من ناحيه الشكل، من ناحيه التصميم. واحد من الناس اللي ما حب تصميم الواجهه اللي واجهه يونيتي، انا طبعا واجهه يونيتي عباره عن شريط على الجنب وشريط فوق، ما حبيت هذا الشكل، مو عشانه شكله، عشانه في مشاكل بالاستقرار، ما زال يعني احيانا تسجل دخول يطلع لك مشكله بالنظام، ولكن ممكن تركب عليه واجهه ثانيه.
طبعا توزيعات ابونتو لها فضل كبير على البرمجيات الحرة على التوزيعات. في توزيعات ضخمة جدا تم بناء على ابونتو، لو ابونتو ما كانت موجودة لم تبنى هذه التوزيعات. ومن هذه التوزيعات توزيعات مينت مثلا، لينكس مينت اللي خط رقم واحد، هي مبنية على ابونتو اصلا. اوكي، هذا بالنسبة لي المركز الثالث. عندنا المركز الرابع اوبنزوزا. اوكي، اوبنزوزا طبعا اعتقد انها ما زالت، نعم ما زالت، كانت العام الماضي هي الرابعة وما زالت الرابعة. اوبنزوزا عبارة عن توزيعة مشتقة او فرع من توزيع زوزا اصلا. في شيء اسمه زوزا وفي اوبن زوزا. زوزا عبارة عن شركة المانية سويت بتاع توزيع على لينكس، وبعدين طلعت من اوبن زوزا اقل خصائص من الزوزا نفسه ولكن نفسه. طبعا الزوزا فيها ميزة الاستقرار، الهدوء، شغل الماني، شغل مخمخر كذا، شغل نزبط نتتن عنده ونضبطه كذا. فجدا جدا راقية. فيها مركز تحكم ممتاز اسمه ياست. ياست في مركز خدمات رقم واحد باللينكس كله، ما في زيه من ناحية التحكم. كل نظامك متحكم فيه عن طريق الياست بواجهة بسيطة ومرنة. بعض الناس يقول طيب ليش مو مشهورة؟ ما مشهورة هي، لكن مي بشهرة أبونتو، والله صح مي بوصول أبونتو وسهولته، أيضا مي بكثرة برمجيات أو بكثرة مستودعات الأبونتو. يعني في الزوزة مثلا بتواجه بعض المشاكل، بعض الأشياء. استخدمت الزوزة أنا فترة طويلة وحبيتها الصراحة، وزوجة مستقرة، ولكن ولدت على ديبيان وسأموت عليها. طيب هذا بالنسبة لي أربعة. عندنا خمسة اللي هي فدورة. أوكي، فدورة طبعا مبنية على الريد هات. فدورة ممكن يعني كيف أقول لكم، اللي متعامل مع السيرفرات وحاب يحصل على شهادات سيرفرات وما أدري وشو، فدورة هي الأقرب لك. على كل حال فدورة عبارة عن توزيع مبسطة سياحية، ما تتحمل توزيع كذا ما في معها شيء. تستخدم RPM للحزم. طبعا التوزيعات تكلمنا عنها سابقا، مينت وأوبونتو ديبيان يستخدمون أبت أو أبتديود. أوكي، يستخدمون .deb الامتداد التحزيم حق البرامج، بينما الفيدورا والأوبن زوز يستخدمون RPM. في الأوبن زوز تستخدم إيش اسمه؟ إيش اسمه الأوبن زوز؟ أنا شحين بتذكره. في الفيدورا YUM، YUM يستخدم في إدارة البرامج، يستخدم التحزيم RPM. الفيدورا أيضا في ميزة صراحة، الاستقرار. ترى توزيعها جدا مستقرة بسيطة وسهلة الذي، لكن تخصيصها مو بسهل، تخصيصها صعب شوي. فاللي يحب التخصيص لا يقرب على فدورة، يدور توزيعة ثانية. فدورة طبعا له جمهوره، جمهور الردهات بشكل عام يحبون الفدورة. فعندها توزيع رقم خمسة. توزيع رقم ستة السنة هذه هي توزيعة ماجية. طبعا ماجية أيضا كانت هي رقم ستة العام الماضي. ماجية عبارة عن توزيعة مبنية على ماندريفا اللي هي اسمه ماندريك قبل. ماندريفا عبارة عن توزيعة، أوكي، نفس القصة، تستخدم RPM. فلسفة ماجية أنه نعيد إحياء ماندريفا من جديد. الماندريفا تميز أيضا بهدوءه كتوزيعة مستقرة، لكن أيضا فيها قلة بالبرامج. لكن يبدو مع ماجية أنه في توجه جديد، الشكل تغير، صار في عندهم اهتمام بعض الأشياء، مع أنه من زمان ماندريفا فيها حاجات اللي فيها لمسات جميلة طبعا. هذا بالنسبة للماجية. عندنا مانجارو أو مانهيرو رقم سبعة. رقم سبعة العام الماضي كانت آرش لينكس، السنة هذه رقم سبعة صارت مانهيرو. مانهيرو هي توزيع مبني على آرش لينكس أصلاً، يعني هي بنت آرش. أوكي، الفرق ما بينها وبين آرش إن هي ما تستخدم مستودعات الآرش نفسها على طول، تستخدم مستودعات دعمها أطول، أو بالأصح البرمجيات بأخذن فترة طويلة بالاختبار. لأن توزيعة الآرش لينكس توزيع متدحرج بسرعة، ينزل لها حاجات، حتى إن بها مستودعين، يعني بها مستودع اختباري وما مستودع مستقر. المستودع المستقر تصل له برامج بسرعة مهولة أسرع من التوزيعات الثانية. ايضا طريقه تركيب شو اسمه هذه المانهارو اسهل، المانهارو اللي فيها واجهه رسوميه لتثبيت النظام. اللي حاب يستخدم او اللي يستخدمون المانجارو واللي يحبون المانهارو بشكل عام، هم حابين فلسفه الباكمان اللي هو حق مدير الحزام، اعتقد انه الافضل ما بين التوزيعات. بالنسبه لي استخدمت كل التوزيعات كلها، اوكي، المصدريه، فما حصلت افضل من باكمان باداره البرامج وسهولته. اوامر بسيطه وبسرعه ينزل كل شيء والامور زي اللوز. اوكي، فاذا حاب تستخدم باكمان تستفيد منه وبيضه، وتستخدم التخصيص اللي موجود في الارس انكس، بس ما عندك ذيك الوقت اللي تضيعه بتثبيت النظام او بحاب تدخل بعض المشاكل، ممكن تجرب منهارو. اوكي، هذه هي اللي توزيعه منهارو بكل بساطه. طبعا منهارو تجي باكثر من واجهه ترى. اوكي، في عندنا برضو رقم ثمانية اللي هي سنتو اس. اوكي، سنتو اس عبارة عن توزيع رقم واحد في السيرفرات الويب. لما تاخذ استضافة من اي مكان في العالم 99% بتحصل انهم يستخدمون سنتو اس. اوكي، سنتو اس عبارة عن توزيع مبني على الريد هات برضو.
اللي يتعامل مع ردهات ممكن يتعامل مع سنتوس بكل بساطة والعكس صحيح. ماشي مستقرة جدا صخرية حقيقة والحق يقال التوزيع هذا مستقرة جدا. اللي حاب يستخدم يعني مجال الويب بالضبط سيرفر ويب صراحة أنا أشوف سنتوس حلوة جدا. برضه اللي حاب يحصل على شهادات ردهات يكون ياخذ برضه سنتوس. سنتوس استخدم لأنه مبني على ردهات تستخدم تحزيم RPM أوكي. تيجي لما تحاب تركب التوزيع طبعا يجي معك أكثر من خيار. لما تركب التوزيع يعطيك خيارات كثير يقول لك والله ركب مثلا الواجهه الرسوميه ركب سيرفر ويب ركب سيرفر ما ادري ايش يعني جميله جدا تركيبه تحس انك قاعد تركب شيء راقي جدا مو مثل ديبيان. ديبيان لما تركبه يقول لك ركب ديبيان واختر الحزم هذه وامشي وسلام عليكم. لكن في السنت او اس الموضوع مختلف شوي. في العام الماضي طبعا كانت التوزيع رقم 8 هي اليمنتري او اس فخلونا منها. في التوزيع رقم 9 للأسف التوزيع كانت رقم 7. رقم 7 في 2014 كانت Arch Linux. Arch Linux السنة هذه 9 أوكي. طبعا Arch Linux توزيعه بسيطة جدا 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 تستخدم مبدأ البساطة في كل شيء. طبعا أقول لك بسيطة أتكلم عن استخدامه أوكي أو بالأصح سلاسته كنظام ولكن كانت تتعامل معه تعامل مع الArch بسطر الأوامر فقط أوكي. تثبيته عن طريق سطر أوامر التعامل معه عن طريق سطر أوامر ولكن التعامل معه ترى بسيط جدا يعني تركيبه هو تقريبا أصعب شيء. بعد ما تركبه التعامل معه يكون بسيط. مشكلة الArch Linux البعض يعتقد أنه للمحترفين فقط. أنا أركب Arch Linux أنا محترف. لا لا يا حبيبي الArch بعد ما تركبه بيجيك مشاكل قدام قد يعني. فكيف بتحل مشاكلك هذه إذا ما تعودت على سطر الأوامر أوكي. على كل حال الArch Linux يستخدم باكمان يستخدمونه محبين التخصيص. التوزيع ما بزي زمان صراحة. التوزيع الحين ما بزي زمان. قبل كان توزيع التخصيص فيها عالي عالي جدا جدا. الآن أبسط الأشياء السيستم دي مجبر تستخدمه وأنت بتشوف الأرض. طيب هذا بالنسبة للArch Linux فلسفة بسيطة جدا حبيت لكم إياها. توزيع بدون واجهة بدون أي شيء تأخذه تركب عليه كل شيء من الصفر. واجهتك المفضلة برامجك المفضلة بطيخ ما أدري إيش. تواجهت بعض المشاكل بعد التعريفات ولكن في التوزيعة هذه في شيء مختلف عن كل التوزيعات. في شيء اسمه يارت اوكي ويوغت زبادي. على كل حال هذا عباره عن وشو؟ عباره عن مستودع للكوميونتي المجتمع اللي اسمه AUR اوكي. الAUR هذا عباره عن وشو؟ واحد يجيب التحزيم معين واحد عنده تعريف يقوم هو يجمع التعريفات هذه كلها بمكان واحد يعطيك ملف يقول الملف هذا راح اركب لك التعريف بكل بساطه. في برامج ما تلقاه يعني بالتوزيعات حقت لينكس بالعاده او تركيبه يكون صعب. من الاشياء اللي مثلا جربتها الاندرويد اس دي كي صراحه الاندرويد اس دي كي تركيبه وجع راس حتى على الويندوز اوكي وجع راس بسطة الويندوز يعني. في هنا اكتب يورت اندرويد اس دي كي واقعد كذا ركب لك شيء وتفرج عليه بس عاد ما يخلص وامشي. ايه بعض الناس يقول لك اليورت في حاجات خطره بطيخ كله اوبن سورس شوف السورس حقه قبل ما تستخدمه يا حبيبي. طيب هذا بالنسبه للArch Linux. نجي الحين نتكلم عن توزيع رقم 10 معنا. كانت العام الماضي رقم 10 هي طبعا العام الماضي 9 كانت سنتوس. السنه هذه 9 اللي هي Arch. السنه هذه اليمنتري هي رقم 10. اليمنتري طبعا توزيعه ببساطه جدا تستخدم مبدا البساطه ما تعطي المستخدم ترى اي حريه انه يعدل على شكله الا بطرق ملتويه وما ادري ايش. لكنه هي تقول لك انا من الاخر تابعين فلسفه وسخه جدا فلسفه ماك. الشكل لما تفتح النظام تحسبه معك بصراحة ما حبيته أبد أوكي. ليش؟ أنا ما يعطيك إمكانيات التعديل والتخصيص واللعب. إحنا دخلنا على قلو لينكس نلعب بس. الحق يقال التوزيعة جميلة التوزيعة تقدم خدمات رهيبة. في برمجيات هم بنوها بأنفسهم المطورين. حتى الواجهة نفسها ترى عدلوا يعني هم أخذوا واجهة كذا جاهزة ومش أضافوا لمساتهم الخاصة وتعديلاتهم الخاصة. اللي يحب يستخدم نظام جهز مبسط زي كذا ممكن يشوف لك Elementary OS. العام الماضي كانت توزيع رقم 10 هي زورين اوكي. طبعا زورين كانت تقريبا نفس مبدا او فلسفه منت اوكي غير انها تعطي خصائص اكثر للتخصيص يعني بضغط واحد يتحول نظام شكله كانه ويندوز اوكي اوكي. في حاجه بشير له اللي لاحظتها انا توزيعه كالي لينكس بالست شهور الماضي قفزت ترتيبها 10 الحين. كان ترتيبها ترى 14 العام الماضي وبدايه السنه هذه لكن الحين صار توزيعه أو بالستة شهور الماضية صارت عشرة. كالي لينكس توزيعه ما سميه توزيع اختراق توزيعة اختبار أو اختبارات أمنية. الغاية منها هي اختبارات أمنية الأقل والأكثر. في أدوات أمنية تجرب الشبكة كيف تسوي مدري إيش تفحص حماية مدري إيش يعني
تسوي فيها طرق ملتوية عشان تلعب على الناس وتاخذ يعفش منهم، يعني كل واحد وطريقته يعني. على كل حال هذه العشر توزيعات تكلمنا عنهن، ان شاء الله لكم ما مليتوا من القرق الكثير. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم ما ادري متى بيجي. كل اللي تكلمت عنه قبل شوي موجود هنا، في عندي قناه بالتليجرام جديده اكتب فيها كلام كذا وارسله بين الحين والاخر، موجود الرابط حقه تحت. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. على فكره بتويتر ترى حي ما بعد مت، في الاسك اف ام اللي عنده مشاكل يجي يطرح هناك. منتدى الدعم ما انا موجود كثير هناك، بس ان شاء الله بتواجد كثير. يلا سلام عليكم.